عليكم يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هنفرز مع بعض الفراوله والبرتقال، طريقه سهله وبسيطه بقى علشان العصاير بتاعه الصيف وبتاعه رمضان. خليكم معايا وتابعوني عشان نعرف الطريقه كامله مع بعض. ولو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك معايا كل الفيديوهات الجديده قبل اي حد. يلا بينا بقى نبتدي ونشوف الطريقه كامله مع بعض. اول حاجه انا جبت حوالي 3 كيلو من الفراوله، مسكتهم غسلتهم واحده واحده كويس جدا علشان خاطر اي رمل فيهم ينزل او اي اتربه، وبغسلهم جزء بجزء علشان ما تتهريش مني وتطلع الحبايه زي بعضها سليمه كده، ما تتهريش ولا تهربت مني كده. بمسكها اشيل منها الورده اللي فوق دي، واي حته اي جزء كده يكون مش مظبوط بشيله برده. انا هعمل الفراوله بطريقتين. الطريقه الاولى هعملها سليمه كده واحطها على طول في الاطباق التخزين، بحطها على طول في الفريزر، تمام؟ دي بقى علشان لو هتزيني بيها حاجه او هتعمليها في سلطه الفواكه تبقى سليمه معاكي، لما تيجي تقطعيها ما تبقاش طريه، تمام؟ انا هعمل النص كده والنص كده، هعمل النص قطع على بعضها كده، الحبايه على بعضها، والنص التاني هقطعه واحط عليه سكر، تمام؟ يعني ده هيعمل مثلا حوالي ثلاث اطباق من الفراوله اللي هي السليمه، تمام؟ بعمل اللي فاضله كمان. في ناس بتحط عليها محلول سكري، بس انا بفضل ان هي بتتعمل كده، بصراحه بتطلع حلوه جدا برضو وطعمها مش بيتغير. واهم حاجه من اساسيات التفريز ان الحاجه ما يتفتحش عليها كل شويه التلاجة، يعني انت لو ما عندكيش دي فريزر مش كل شويه كده تفتحي الفريزر. بتعملي ايه بقى؟ بتحطي الاطباق دي جوه استريتش نايلون، وبعد الاستريتش نايلون بتحطيها جوه كيس او علبه بحيث ما البرودة بتاعتها ما تقلش، تمام؟ انا مسكت بقية الفراولة وحبدأ اقطعها كده علشان دي بقى اللي هي هتبقى للعصير او صوص الفراولة. حطيت عليهم كوباية كبيرة من السكر، وبعدين بسيبهم شوية، يا اما تسيبيهم يعني مثلا من ساعتين لتلاتة لغاية السكر ما يدوب فيها، او اديها غلوة على النار، وده يفضل، يعني يفضل ان انت طالما هتحفظيها بتديها غلوة بس على النار، واول السكر ما يدوب ببدأ انزل السكر ما يدوب اقفل النار، اعمل عصرة ليمون واقفل النار، وبعد كده اول ما تبرد ابدأ بقى اغلفها في الاكياس اهو، تمام؟ دلوقتي بردت معايا، هبدأ بقى احطها في الاطباق. مع دلوقتي انا اديتها غلوه على النار وحطيت عليها عصره من الليمون، شايفين الصوص اللي تحت ده؟ الصوص ده برضو هحطه في الاخر، هقسمه على كل الاطباق. اهو خلصت الكميه كلها زي ما احنا شايفين، وحطيت بقى بقيه الصوص قسمته عليهم كلهم. هبدا بقى اغلفها استريتش نايلون، ده احسن من الكيس في ايه؟ فانه بيقفل عليها كويس ما يدخلش اي هوا فيها. الكيس لو انت ما عندكيش الجهاز اللي بيقفل الاكياس يعني هتبقى التفريز مش مظبوط، لكن لما يبقى النايلون ده قافل عليها كويس ما بيخليش اي هوا يدخل فيها، دي حاجه جميله ومحترمه جدا. احنا خلصنا كده الفراوله، هنبدا بقى في البرتقال. البرتقال انا هفرز حوالي 3 كيلو، تمام؟ بمسكهم كده اغسلهم، احطهم في الطبق الاول واغسلهم وانشفهم، وابدا بقى احضرهم. اول حاجه انا بمسك البرتقال اشيل القشره الرفيعه اللي هي لونها برتقاني اللي فوق دي، علشان انا هاخدها اشيلها واحفظها هي كمان، بمسكها انشفها الاول وبعد كده اطحنها او اشيلها سليمه زي ما هي. بعمل منها بقى الكيك، احط منها معلقه على الكيك، احط منها في التتبيلات بتاعه الفراخ وتتبيلات البط والحاجات دي، بتديها ريحه وطعم خطير جدا.
وايه وسهله بقى، اسهل من انك تبشري. يعني انت بتقطعيها رفيع كده، وبعد ما تقطعيها إيه، حاجه من الاتنين، يا اما تفرزيها على طول لما تطلع تفرميها فبتبقى ايه ناعمه، إيه، او مثلا بتمسكيها تعمليها تحت الشوايه في الفرن فبتنشف، فلما تنشف إيه بتبقى سهله انك تطحنيها زي ما بتحبي وزي ما بتفضلي وعلى حسب الوقت بتاعك. تمام، اهو بقطعها كلها، خلاص خلصتها. ببدأ بقى اقطعها كلها شرايح، ممكن تحطيها البرتقانة سليمة كده في الاكياس في الفريزر، او ممكن تقطعي شرايح. انا بقطعها شرايح عشان تبقى ايه في التفريز، ما تاخدش حيز ولا مكان كبير، بتاخد مكان اصغر. تمام، بخلصهم كلهم كده. ولو عايزة تعصريها الاول وتعمليها اوكي تمام، مفيش مشكلة، بس بيبقى طعمه فريش اكتر لما بيبقى هتضربيه من الاول كده زي ده، بيبقى طعمه كأنه لسه انت عاملاه طازه. اقطعه كله كده وابدأ بقى ايه اجهزه في الاكياس، اخلص الكمية كلها زي ما احنا شايفين، وبعدين ابدأ بقى كلها اجهز الاكياس وافرزها كلها في الاكياس. الحاجات دي يعني البرتقال لازم يبقى برتقال بلدي، ما يبقاش برتقال سكري ولا برتقال اللي هو بسرعة. ليه؟ لان البرتقال البلدي نسبة المية فيه بتبقى عالية جدا جدا جدا، فبيبقى حلو جدا في العصاير، وبيبقى حلو كمان في التخزين، بيبقى في نسبة مزازة كده، المزازة دي بتديله طعامة رهيبة وبتبين ريحة البرتقال قوي. تمام، هبدأ بقى اجيب الاكياس وابدأ بقى ايه افرز اكيس البرتقال، اخلصه كله كده. يعني على حسب الكمية اللي انت عاوزاها، مثلا ممكن اعمل 2 3 برتقانات في الكيس، على حسب الكمية اللي انت بتحتاجيها في المرة. وممكن تعملي كميات صغيرة، حتى لو اخدت كيسين يبقى جميل قوي. وتمام، اهو بكيسه وبخلص بقى الكمية كلها. الواحد في التفريز في اساسيات معينه لكل واحد لازم يمشي عليها علشان تطلع الحاجه طعمها حلو وتطلع ريحتها مش متغيره ومظبوطه، لكن الطرق مختلفه وكتيره خالص، لكن في اساسيات المفروض بنمشي عليها. يعني زي مثلا اللي هي لازم تبقى مقفوله كويس، لازم تبقى معموله بطريقه مظبوطه علشان ريحتها تبقى كويسه. لكن مثلا في ناس بتحب البرتقال يتعصر الاول، في ناس بتحبه وناس بتحبه متقطع، فزي ما تحبي مفيش اي مشكله. انا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير بقى لكل اصحابكم. نتقابل فيديو جديد وفكره جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.